امبارح كمان خلال احتفاليه اتحاد القبائل العربيه كان في لقطه مهمه جدا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الطفل الاسواني انس وسلم عليه، وده كان استجابه لطلبه اللي عبر فيه في فيلم تسجيلي اتعرض خلال احتفاليه اتحاد القبائل العربيه والعائلات المصريه. الفيلم بقى اتحكت فيه قصه حياته وموهبته في كره القدم، وطلب في الفيلم ان هو يقابل الرئيس ويسلم عليه، وده اللي اتحقق فعلا. أصعب لحظة في حياتي أنا بلعب كورة، لما أجيب جون ببقى فرحانة وأصحابي وبنحتفل وبنحضن بعض. أنا بحب ألعب كورة وبلعب كورة من وأنا عندي 4 سنين في نادي أسوان. مامتي بتمثل لي في حياتي كل شيء، بتقف تشجعني، يلا يا أنس لعيب شاطر، تسندني وتديني الثقة. التربية مش أكل وشرب ونوم، التربية توجيه. سوي نفسي فرحة برضو عشان ألاقي لها برضو وهي صاحبتي. هو لعب الكرة لي وقته والمذاكرة لها وقتها. عايزة أكون لاعب مشهور وفي كلية الطب. إحنا قاعدين في مكان عدت عليه مراحل تطوير رهيبة جدا، اختلفت كل حاجة، بنية تحتية، مجمعات سكنية. أنا أول ما بدأت ألعب زي كل العيال بلعب في الطريق أو الشارع أو على الرملة، لكن بعد ما مراكز الشباب اتطورت ونادي أسوان اتطور بقيت أروح النادي كل يوم. أنا حلمي مش إني أقف عند نادي أسوان الرياضي، أنا حلمي إني ألبس قميص المنتخب وأدي مصر زي ما مصر ادتني. نفسي أبقى زي شيكابالا وصلاح، ذكي ومهاري ولعيب وأبقى مشهور والناس تحبني. واحد من احلامي كمان ان اشوف الرئيس السيسي واسلم عليه. انس حسين عبد العظيم، عندي 12 سنه من النوبه. طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون والده انس حسين، لاعب فريق اشبال اسوان لكره القدم، واللي يمكن هتكلمنا عن حكايته مع الفيلم التسجيلي وحكايته مع لعب الكوره وحكايته عن طلبه للقاء السيد الرئيس وازاي يتحقق هذا الطلب. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. سيده دعاء المشير والده انس لاعب اشبال اسوان. انس بيلعب في اشبال اسوان وطلع في فيلم تسجيلي وكان نفسه يقابل رئيس الجمهوريه. كلميني الاول على قصه التطور اللي حصل في الملاعب في اسوان لغايه لما وصلت لهذا الشكل وقصه الفيلم التسجيلي. طبعا انس من سن 4 سنين وهو يعني طبعا زي اي طفل بيلعب بالكوره عادي جدا، فطبعا اول ما ابتدى يلعب في الشارع مع اصحابه وفي البيت مع اخواته تمام، بدات الاحتكاكات بقى معايا خلال اللي اكبر منه في السن، يا ماما عايز العب لعبني معاهم، يا ابني دول اكبر منك هيأذوك ممكن يخبطوك ما يسطوش. ايوه. فمن هنا ابتدت بقى ان انا اكتشف ان هو حابب، فابتديت انزل النادي، لقيت في اكاديميه في النادي، دخلنا اكاديميه النادي خاصه بنادي اسوان الرياضي من اول سنه، والحمد لله رب العالمين الكباتن حاطين عينهم يعني لفت نظرهم، ابتدوا يدوا له الدعم النفسي، الكابتن حمدان حمدي حمدان والكابتن درديري والكابتن حازم، دول مديرين الاكاديميه لحد وقتنا هذا هو معاهم. أيوة. ابنهم. وقصه الفيلم طبعا هو جه اختيار ان حد بيلعب وشاطر وفي نفس الوقت في المدرسه شاطر وفي نفس الوقت في فريق نادي اسوان للسباحه الحمد لله رب العالمين. ف يعني الناس تم اختيارهم بناء على هذه الصفات يعني. وطبعا الفيلم ده طبعا يعني ده كانت هبه من عند ربنا اختيارهم لي، وهو نجح في ان هو يثبت الموضوع ده وتم تصوير الفيلم، واحنا ما نعرفش اي حاجه على ان ممكن ان يحصل حلم انس يتحقق ويقابل معالي الرئيس. صورنا عادي جدا وقصه طفل من الصعيد من الجنوب من اسوان عنده حلم زي اي طفل عادي جدا. اول حلم ليه ان هو يقابل سيادة الرئيس وانه يبقى طالب وشاطر وكده،
فالكلام كان حواري عادي جدا يعني، قصة ان هو يتحقق ده بالنسبة لي انا كمان كأم عادي، ايه المشكلة؟ الاحلام مفتوحة للناس كلها. فمجرد ما ابتدى يتظبط الفيلم، فلحد امبارح اول امبارح بالليل بس اللي قالوا لنا احتمال الرئيس احتمال يحقق له حلم، احتمال احنا مش عارفين. وفعلا قعدنا وبعد كده طبعا تأكيد معالي الرئيس بعد الفيلم، فوجئت ان بيقولوا له انت فين يا انس؟ الرئيس عايزك، احنا قاعدين في الاستاد. فخدوا انس بقى ومش عارفه هيقابله مش هيقابله، طبعا دي حاجات انا ما افهمش فيها. ففوجئت بقى ان هو ظهر على الشاشه ومعاه. أيوة. وانا طبعا جنب اخواته وبعدين بنتفرج زي الناس، فده كان احساس لقطة إنسانية رهيبة من الرئيس السيسي، بالذات لما احتضن أنس وسلم عليه وشفناه وهو بيطبطب عليه وعلى راسه، يعني لفتة بتأكد قد إيه سيادة الرئيس مهتم بتحقيق يعني أمال وأحلام الأطفال اللي هم مستقبل الغد. كل الشكر ليكي سيدة دعاء المشير والدة الطفل أنس حسين.